تحية متجددة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى الجزء الثاني من فقرة ضيف غرفة الأخبار، والذي سنقف فيه عند الصالون الدولي الخاص بمستحضرات التجميل والموضة، وهو الأول من نوعه في طبعتها الأولى بولاية عنابة. للحديث أكثر حول هذا الصالون وهذه الفعالية الدولية، أسعد باستضافة السيدة سارة عزوز المكلفة بالإعلام الخاصة بهذا الصالون. أهلا بك وشرفتينا. صباح النور مروة، وشكرا على الاستضافة الطيبة. شكرا لك على تلبية الدعوة. ربما بداية خلينا نتحدث عن فكرة هذا الصالون وعن اختيار هذا الموضوع بالذات. صحيح، احنا دائما نشوفوا انه كل مجالات ما شاء الله بعد كورونا عرفت اقبال، وخاصه في السوق الجزائريه اصبح انتاج اكثر، حتى مستحضرات التجميل عندها نصيب في هذا الاقتصاد لو يتطور الحمد لله. نعم. واصبحت الجزائريه يعني والجزائر يستعمل منتجات جزائريه 100%، فحتى السوق مستحضرات التجميل اصبح السوق بحد ذاته، يعني اكتفاء ذاتي الحمد لله في السوق الجزائريه، وحتى تصديره الى دول اخرى يعني مثل السوق الافريقيه. فلما لا نديروا هكذا مثل فعاليات وصالونات دول نروج أكثر لمنتوج الجزائري بالاحتكاك مع خبرات دولية. ربما حثينا أكثر عن الصالون وعن الفعالية التي ستقام في عنابة لأول مرة ربما. صحيح. نعم. دائما من المألوف أنه دائما فعاليات وصالونات دولية تقام بالجزائر العاصمة. نعم. حين نخرج نوعا ما من الإطار يعني مألوف عليه. من المألوف عليه نروح إلى شرق الجزائر كأول مرة في طبعته الأولى. هذا الصالون الدولي مختص في مستحضرات أقول التجميل والموضة، راح يقام بفندق الشيراتون لمدة 3 أيام من 30 ماي الشهر الجاري إلى غاية الفاتح أجواء إن شاء الله. نعم، لو نتحدث أيضا ونشير للمشاركة، بما أنه هو صالون دولي راح تكون مشاركة أجنبية أكيد بطبيعة الحال. مثل ما قولوا صالون دولي، أكيد حتكون هناك خبرات دولية، حتكون هناك دول تكون ضيفة شرف يحضروا معنا. هذا كل يعني الهدف منه هو الاحتكاك واكتساب خبرات من ناس قدرت ربما تتواصل. كم عدد الدول المشاركة؟ هي المشاركين العارضين. نعم. كلهم 60 عارض عفوا، ويكون هناك أيضا ضيوف شرف مثل ما قلت لك من دول أجنبية. يكون هناك احتكاك، أخذ يعني خبرات وتجارب، لأنهم خلاص هم يعني فاتوا يعني لحقوا الاحترافية، وحتى المنتوج الجزائري ما شاء الله الحق أنه يحتك بهذه الخبرات ويدير منتوج احترافي. نعم، كذلك أشرت أنه الصالون يسعى لولوج أو ترويج للمنتوج المحلي الجزائري للأسواق الأجنبية والأسواق الإفريقية أيضا. ربما نتحدث ونقول أنه هذا الصالون هو فرصة للترويج بالمنتوج الوطني، وكذا هو باب للاستثمار أيضا. هذا هو الهدف الأسمى والأساسي للصالون الدولي المقام. نعم. إن شاء الله في عنابة، أنه نروج للمنتوج الجزائري أكثر، لأنه كان منتجات في السوق الجزائرية ولكن ما عرفش يعني ترويج صحيح. نعم. فهذا الصالون الدولي رح يعطي لها الترويج الممتاز الصحيح في الإطار الاحترافي الدولي وحتى المحلي. وبعدها إن شاء الله بعد ما يتروج ويعني المنتج لازم يكون في مقاييس عالمية الجودة. نعم. مقاييس عالمية حتى نستطيع ترويجه وتصديره أيضا إلى السوق الإفريقية، وهو الهدف الأسمى مثل ما عدت يعني منتجات جزائرية. وهذا فخر لنا كجزائريين أنهم قدروا يديروا اكتفاء ذاتي في السوق الجزائرية المحلية، وقدروا أيضا يخرجوا إلى السوق الإفريقية بجودة عالمية. نعم، هل راح نشهد حضور ربما مؤسسة ناشئة مصغرة خلال هذا الصالون؟ أكيد درنا لهم يعني حيز الحمد لله، ودرنا لهم يعني ليس غير أصحاب الماركات والبراندات، كذلك ربما المؤسسة الناشئة والمصغرة راح تكون حاضرة في عندها الصالون. نصيب عندها. نعم. نصيب مروة في هذا الصالون الدولي باش تعرف أكثر على خفايا وخبايك هذا المجال مستحضرات التجميل، باش تطور أكثر دير احتكاك. يعني صالون قلتي مقبل أنه كاين صالون أول في عنابة، وكاين صالونات أخرى في الجزائر. نعم، كان سبق ربما في فيفري شهر فيفري طبعات أخرى تعنى كذلك بجمال وموضة المرأة. ربما ما الفرق بين صحيح طبعات عنابة وطبعات الفرق أخرى؟ بين أول شيء في نعم. المنظمين مش نفس المنظمين. نعم. وثاني شيء يعني ضفنا له أشياء جديدة ولمسات يعني جديدة. حنديروا دي وركشوب يعني ورشات بين مثل ما قلتي هادو ما ستارت أب يعني مؤسسات الناشئة وبين
المؤسسات خلاص لحقت الى الاحترافيه ما شاء الله، يكون هناك احتكاك، ماشي فقط ان نجي نعرض المنتوج تاعي ويلا عندي منتوج في السوق الجزائري او السوق العالميه، لا اعطيني خبراتك وانا والتجربه أيضا. والتجربه تاعك هي المهمه، اني نبدا من توقف الاخر لاختصار الوقت والجهد ونكمل في المسيره تاعي. نديروا ورشات حيكونوا بي تو بي بين يعني مؤسسات ناشئه ومؤسسات محترفه في هذا المجال، وحتى دي وركشوب اشياء عده ان شاء الله تستنى فينا في هذا الصالون الدولي. نعم، كما انه عنابه هي جوهره ساحل الجزائر، ربما هل هذا سيتم ترويج ايضا للسياحه في الجزائر من خلال هذا الصالون؟ شكرا مروه على هذا السؤال. نعم. بالطبع يعني الجزائر قاره وجميله، يعني نعم. كل أساسيات الجمال فيها من جانب السياحي موجود. فحبينا نخرجوا من العاصمة، خلاص كلهم جوا العاصمة وشافوها وحوسوها. نعم. يلا نروحوا إلى جوهرة الشرق الجزائري وجوهرة البحر الأبيض المتوسط. هو يعني عصفورين بحجر، هو الهدف. نعم. أنه نروج الاقتصاد الجزائري، مؤسسات الناشئة إلى مصحات التجميل يعني موجودة في السوق الجزائرية ونروجها أكثر. نعم. وحتى اللي حيجوا منهم جزائريين ومنهم حتى أجانب أنه يتعرفوا على جمال الجزائر. نعم. نحن عدنا يعني أيضا الحمد لله في الشرق الجزائري والغرب والجنوب والشمال، كلها مساحات جميلة سياحية، يعني فقط تحتاج إلى ترويج. وحنا مثل هكذا صالونات نعمل على ترويج السياحي وترويج أيضا منتجات الاقتصاد. كما أنه الجزائر في الآونة الأخيرة تشهد ربما سطو وسرقة للتقاليد الجزائرية، للحلي، للباس التقليدي، هل الصالون أيضا سوف يهتم بهذا الجانب وسيروج لتقاليد الموروث أجدادنا أيضا؟ صحيح مروة، دائما يعني نحن في سباق، ونحن في دائما يعني هذا تاعنا جزائري 100% محض. فمثل هكذا صالونات كمنظمين وكصحفيين وكجزائريين أيضا نعمل باجتهاد في مثل هكذا فعاليات وصالونات بالترويج أكثر لعاداتنا وتقاليدنا، ونحن كجزائريين نفتخر يعني بموروثنا الثقافي الجزائري المحض 100%. حنعملوا أيضا في الصالون ده 3 أيام كان عارضين جزائريين يعرضوا الحلي الجزائري، الصحراوي، القبائلي، وحتى العاصمة وغيرها من ولايات الوطن موجودة، بالإضافة إلى الزي التقليدي الجزائري. والمفاجأة الأكبر حيكون إن شاء الله في نهاية وختام هذا الصالون عرض أزياء خاص تقليدي لترويج أكثر بزينة التقليدي نفتخر به نحن كجزائريين، بحضور يعني مصممين أيضا جزائريين، بمشاركة مصممين أكيد هما اللي حيقوموا بهذا العرض الأزياء، ونعرفوا أكثر من كل منطقة إن شاء الله حتكون حاضرة، يعني زي ونحن بلاد يعني معروفة بجمالها في زي تقليدي تاعها، كل منطقة عندها زيها التقليدي وهذا ما يميزنا عن باقي الدول العالم. نعم، أنت قلتي إنه هذا الصالون هذه الفعالية راح تمتد 3 أيام، ربما لو نتحدث عن برنامج هذا 3 أيام، ربما اليوم الافتتاحي كيف راح يكون، اليوم الثاني والختام أيضا بإذن الله. هو حيكون 3 أيام بإذن الله، حيكون 30 في الشهر ماي الجاري، 31 إلى غاية الفاتح الفاتح جوان. نعم. هاد 3 أيام حتشهد يعني تبادل خبرات، راح يعرضوا منتجاتهم مدة 3 أيام من الصباح يعني حتى المساء، وفي ظل هذا العرض حيكون أيضا دي وركشوب، راح يكونوا ورشات في نفس الوقت، يعني اني نعرض وميم طون نروح نكتسب خبرات من الاخرين، يكون احتكاك مباشر مع ناس دخلوا الى الاحترافيه والى الدوليه في تصدير وحتى انتاج المنتجات مصادرات التجميل بطريقه احترافيه وطبيعيه. هذا الشيء. الشيء الثاني، بعد ما يخلص ان شاء الله الايام راح نديروا هذا العرض الازياء الخاص التقليدي باش نروجوا اكثر لعاداتنا وتقاليدنا الجزائريه. يعني هما 3 أيام صحيح يمكن تشوفي أن المدة قصيرة، ولكن إن شاء الله حيكون ثمارها كبيرة بزاف، لأنه علاش 3 أيام أنك تعرفي حتكوني في صالون دولي ما حطيعي ولا فرصة أنك تكوني في الورشات، تكوني في دي وركشوب، حتكوني بي تو بي، يعني الاحتكاك حيكون مباشر، راح تستمر في كل ثانية وكل دقيقة باش تاخدي كل ما يجب عليك باش تطوري أكثر منتجك التجميلي وتطوري أكثر من خبرات إن شاء الله. نعم، ربما لو نتكلم أو تقدمينا كلمة للحضور للاستفادة، ربما لو تقدمينا أنه ما نقولوش القائمة، خلينا نقوله بما أنك قلتي راح يكون حضور دولي وعديد، هل راح يكون حضور للسفراء؟ ربما ما هي الدول التي سيتم حضورها؟ هل تكون دول أوروبية، دول مجاورة شقيقة؟ لو تضعينا في صورتها أكيد مروة، لما نقوله صالون
دولي لازم تكون هناك صبغة ويكون ضيوف شرف من سفراء من دول أجنبية أخرى. وإحنا هدفنا الأساسي هي السوق الإفريقية. السوق الإفريقية. بإذن الله. فالسوق الإفريقية لازم يكون هناك السفير يتعرف على منتجاتنا. يتعرف إحنا كجزائريين مشان نعمله. فهما حيكونوا إن شاء الله بإذن الله يعني سفراء بلادهم في الجزائر يكونوا ضيوف شرف عندنا في الصالون الاحتكاك المباشر مع الجزائريين تعرف على منتجاتنا وهذا ما يسهلنا الطريق يعني تصدير هذه المنتجات إلى السوق الإفريقية ولما لا إن شاء الله إلى العالم ككل بحضور يعني سفراء أجانب. نعم سيدة سارة عزوز ربما كلمة أخيرة قبل الختام إن أمكن. بالتأكيد مرمى نقول يعني فخلينا نحن كمنظمين وكجزائريين نشهد مثل هكذا فعاليات دولية تقام في الجزائر هذا شرف لنا أيضا نحن كجزائريين نشوفوا مستحضرات التجميل بعد ما كنا دائما يعني تبعية للخارج إنه مستحضرات لازم تكون من الخارج لحقنا إلى وقت لا الحمد لله منتوج جزائري محض بمعايير احترافية نستعمله بكل ثقة وبكل أمان ونزيد نصدره إلى الخارج يقدر ينافس أكيد في منافس مدام الحق إلى السوق الإفريقية والتصدير يعني النوعية راهي في احترافية الحمد لله ومدام أنه يخرج من يعني من مخابر في هذا الشيء إضافة لنا حكا جزائريين نقولهم كونوا في الموعد عندنا بفاشن كوسميتكس حيكون في الشيراطون 30 و30 إلى ماي إلى غاية الفاتح أجوان بإذن الله راح يكون برنامج ثري وغني وراح يكون إن شاء الله صالون ناجح بمعايير عالمية بإذن الله. نعم بإذن الله شكرا لك سيدة سارة عزوز المكلفة بالإعلام كل التوفيق لكم. شكرا مروة. نعم شكرا لك. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الجزء الثاني من فقرة ضيف الغرفة شكرا لكرم الإصغاء والمتابعة باقي الفقرات متواصلة مع زملاء لكن بعد هذا الفاصل.